كيتذبح بالموس قدامه راه ما غيصبرش يخليه واحد كيتفرج والمجرم جالس كيتفرج فينا من البعد. ولدي انا اللي توفى ليا ولدي نهار 2 وولدي خارج معاه شي هكاك 12 ولا هي 11 جاي عندي باغي يجبني من الخدمه تلقى لي هذا المجرم قال لي تعطيني الموطور ولدي ما بغاش يعطيه لي طعنوا بموس في قلبه وانا كنطالب من جلاله الملك يوقف معايا ويشوف من حالي ويشد داك المجرم راه باقي كيدور تما راه السلطه ما دارتش خدمتها باقي كيدور حدانا تما وكيتحلف على ناس اخرين وحنا ما باغينش نديرو شرع عيدنا حنا بغينا سيدنا يوقف معانا ويزعزع اللي كيشد ولدي مشى لي انايا ولدي مشى لي ضاع لي ولدي انايا لا شاد ديبلون تريسيان وكنتمنى فيه يخدم ويعاونني ومعاونني واخا ما خداش معاونني فاش ما ولاه كيخدم فاش ما ولاه يضرب ويعاونني انا كاريه دوار الحاج بشعيب حي المسجد والسيد اللي ولدي انا راه دفنته اليوم ربع ايام باش دفنت ولدي والسيد المجرم راه باقي كيدور تما هذه ما كايناش عندنا في المغرب هادي القوات ديالنا والشرطه ديالنا يعني المجرم خاصو يتقبض في 24 في ظرف 24 ساعه خاصو يتشد خاصو يتشد مهما كاين القتل مشى ضحيه ديال شاب في النمو ديالو 19 عام ما كيكميش ما كيسكرش ما كيترافقش مع الحشيشيه يعني ما ممسخش ويتقتل في رمشه العين ودابا المشكله الشرطه العلميه ديالنا يعني البوليس وداكشي كيجيو كيقول لك وتعاونوا معنا الشعب تعاونوا معنا الشباب باش نشدوه واش حنا هاد الشباب وبلادنا نصيفطهم تما للحبس راه اي واحد كيبغي يقول لي وراه فلان راه فين كاين كيصيفط ليه الميساج كيقول لي شوف الله وبلغتي بيا تنحيد راسك راه الحي كله ديال دوار الحاج بوشعيب كلشي خايفين منه بزناز هذا مجرم هذا بزناز هذا شفار هذا مالي الحوانت راه كيهز ليه من الثلاجه كيشقلب الثلاجه من الفوق لتحت وما كاينش اللي كيقدر يبلغ به وعندو صوابق وكيخرج من الحبس شحال من مره كيدخل وتعدى على هذا الوليد حرمه من والديه يلا بادي في العمر ديالو 19 عام شاد ديبلوم ديالو تريسيان وليدي نقي يعني كنتمناو فيه الخير وعلاش ضيعوا بحال هاد المجرم ما خصهمش يبقاو عندنا حنا في المغرب يتساراو كاع علاش المغرب حنا خلاوه خسر بهاد المجرمين بحال هكا اي واحد دابا كيكون غادي حنا دابا مني في الكنازه اي واحد جا كيعزينا كنقولوا يمكن هدر مع هذاك هذا راه يمكن مع داك المجرم هذا يمكن راه صاحب داك القتال هذا عندنا ولادنا ما تيناش نقدروا نخلوهم يخرجوا على برا ولادنا ما تيناش عندنا خايفين على ولادنا وعندنا خايفين على رجالتنا يعني اي واحد راه حتى واحد ما غيبغي خوه يتذبح بالموس قدامه قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.